بدأ مجلس وزراء المنظمة الإفريقية جلساته بقاعة الاجتماعات بمبنى الجامعة العربية، وقد تولى رئاسة الاجتماع وزير خارجية نيجيريا، وحضر الاجتماع 34 وفدا من وفود الدول الإفريقية المشتركة في الاجتماع، وقد تم انتخاب السيد محمود رياض وزير خارجية الجمهورية العربية المتحدة رئيسا للدورة. وقد قرر وزراء خارجية إفريقيا في اجتماعهم إخلاء إفريقيا كلها من الأسلحة الذرية، كما قرروا إنشاء صندوق للاجئين تابع للمنظمة والعمل على اتصال مكتب اللاجئين التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما بحثت المنظمة موضوع العلاقة بين المنظمات الإفريقية الخاصة كمنظمات الشباب والمرأة ومنظمة الوحدة الإفريقية. ومهد هذا الاجتماع لاجتماع مؤتمر القمة الإفريقي الذي تقرر عقده من 17 يوليو في القاهرة. عاشت القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة أياما خالدة من أيام تاريخها الحديث، فقد شهدت اللقاء التاريخي بين ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية الذين وصلوا إليها لحضور مؤتمر القمة الإفريقي وتوحيد الكلمة على مناهضة الاستعمار والعمل على تحرير الشعوب الإفريقية التي لم تنل استقلالها حتى الآن. وبدأ مطار القاهرة الدولي الذي زين بأعلام الدول المشتركة في مؤتمر القمة الإفريقي يستقبل الرؤساء والملوك. وكان أول الرؤساء الوافدين إلى القاهرة الرئيس السوداني إبراهيم عبود، وقد استقبله الرئيس جمال عبد الناصر استقبالا أخويا مليئا بمظاهر الود والمحبة. وصل الرئيس أحمد وهيديو رئيس الكاميرون، ثم وصل الرئيس الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس. وصل بعد ذلك الرئيس ماسيمبا ديبا رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، ثم وصل الامبراطور هايلا سيلاسي امبراطور اثيوبيا. وصل بعد ذلك الرئيس احمد سيكتوري رئيس جمهورية غينيا. واستقبل الرئيس جمال عبد الناصر بعد ذلك الرئيس احمد بن بيلا رئيس الجزائر، كما استقبل الرئيس الامير حسن الرضا ولي عهد المملكة الليبية. ثم وصل الرئيس كوامي نكروما رئيس جمهورية غانا. وصل بعده الرئيس جوليوس نيريري رئيس اتحاد تنجانيكا وزنزبار. واستقبل الرئيس بعد ذلك الرئيس أبو بكر باليو رئيس وزراء نيجيريا. ثم وصل الرئيس ويليام كويمان رئيس جمهورية ليبيريا. ثم استقبل الرئيس جمال عبد الناصر رئيس جومو كينياتا رئيس وزراء كينيا. كما استقبل سيادته السيد أوتاند سكرتير عام الأمم المتحدة عند وصوله لحضور المؤتمر. ثم وصل إلى القاهرة جلالة الملك الحسن ملك المغرب ورئيس موديبو كيتا رئيس جمهورية مالي. وكانت الجماهير تحيي رؤساء وملوك إفريقيا مرحبة بهم. وفي مساء يوم 17 يونيو عام 1964 شهدت قاعة الاجتماعات بمبنى جامعة الدول العربية بالقاهرة أروع لقاء شهدته القارة الإفريقية منذ بدأت تدفع عن نفسها أغلال العبودية متطلعة إلى الحرية والسيادة لتشارك في الركب الإنساني بعد عصور سحيقة من التخلف. إفريقيا اليوم وفي قلب القاهرة تلتقي ممثلة في ملوكها ورؤسائها لقاء يؤكد عزم أبناء القارة على التضامن والتضافر لتحقيق الاستقلال للدول الإفريقية المتطلعة نحو الحرية، وتحقيق النماء والاستقرار للدول التي حصلت على استقلالها، وتحقيق التضامن بين أبناء القارة أجمعين. ورأس الجلسة الأولى الرئيس جمال عبد الناصر، فتصدر سيادته المنصة الرئيسية وبجانبه السكرتير العام المؤقت للمنظمة والسكرتير المساعد المؤقت لها.
وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر بوصفه رئيسا للمؤتمر افتتاح الجلسة. وألقى الرئيس جمال عبد الناصر خطاب افتتاح المؤتمر، فرحب فيه بملوك ورؤساء دول وحكومات إفريقيا باسم الشعب المصري، وقال إن الاستقلال لم يكن إلا بداية للتحدي الحقيقي لمطالب الحرية والحياة، وإن شعوبنا لا تقنع بالاستقلال علما ونشيدا وصوتا في الأمم المتحدة وحسب، ولكنها تريد إلى جانب ذلك أن يكون الاستقلال مضمونا اجتماعيا يصون كرامة البشر كما يصون الاستقلال كرامة أرضهم. وقال الرئيس إن أعظم ما يمكن أن يصل إليه المؤتمر هو روح الوحدة الإفريقية التي يمكن أن تكون أعظم محرك لقرارات الإجراءات المادية وأعظم ضمان لالتزامنا بها. وطرح الرئيس جمال عبد الناصر على المؤتمر قضية إسرائيل في أبعادها الحقيقية الكاملة، وقال إننا في صدام عنيف مع المصالح الاستعمارية التي تحكمت في منطقتنا طويلا. إن ثقتنا بقارتنا وبشعوبها المناضلة وقياداتها الوطنية هي امتداد لثقتنا بالحقيقة. وقال الرئيس ليكن مؤتمر القاهرة حلقة الاقتراب والاتصال الفكري، تمكينا لوحدة العمل ودعما لكل أهدافها.